بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن فرغنا من تفسير الآيتين الكريمتين من قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إلى قوله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، الآية الثانية، نريد الآن أن نبين ما يظهر لنا من فوائد هذه الآيات. فيؤخذ منها أولاً أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذه السيئات التي تكفر هي الصغائر. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. وكما في قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ويقول سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، واللمم هو صغائر الذنوب. فدل هذا على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، ولكن لا يتساهل الإنسان بالذنوب ويقول هذه صغائر، فإن الصغائر تكبر وتعظم وتجتمع على العبد فتهلكه، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك في جماعة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا حطبا، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى اجتمع كوم كبير من الحطب. قال صلى الله عليه وسلم إن الذنوب تجتمع على ابن آدم حتى تهلكه. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يتساهل في الذنوب الصغائر، لأنها تجتمع على الإنسان فتهلكه، وقد تجره إلى الكبائر، لأنه إذا تساهل في الصغائر فإنه يتساهل في الكبائر. ولهذا يقول العلماء الإصرار على الصغيرة صيرها كبيرة، وقالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فلا يتساهل المسلم بالذنوب الصغائر لأنها تهلكه. ويؤخذ من هذه الآيات أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، كما أنها تكفر بأداء الفرائض، تكفر باجتناب الكبائر لهذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وتكفر بأداء الفرائض كما في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وتكفر الصغائر أيضا بالمصائب، تكفر بالمصائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يصيب الإنسان من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها أن ذلك مما يكفر الله به عنه من الخطايا. ويؤخذ من هذه الآيات الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. الخوارج وهم طائفة من أهل الضلال يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر، يكفرون بأكل الربا، يكفرون بالزنا، بشرب الخمر، سائر الكبائر، يخرجون المسلم من الإسلام
في هذه الكبائر. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يغفر للكافر وإنما يغفر للمسلم، فدل على أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك أنه لا يكفر وأنه يطمع بمغفرة الله عز وجل. وفيها أن المؤمن يدخل الجنة ولو كان من أصحاب الكبائر ولا يخلد في النار. وفي هذا رد على الخوارج الذين يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها، ففي هذه الآية رد عليهم في أن الله سبحانه وتعالى يدخل صاحب الكبيرة الجنة، إما أنه يدخله الجنة من أول وهلة بعفوه وإحسانه، وإما أنه يدخله الجنة بعدما يعذب بذنوبه ثم يخرج من النار. فالمؤمن مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية بعد تعذيبه وجزائه في النار. وإنما يخلد في النار الكفار والمشركون، هم الذين يخلدون في النار. ويؤخذ من هذه من هاتين الآيتين النهي عن الحسد وبيان مضاره على الأمم السابقة واللاحقة. فالحسد إذا انتشر أو حصل بين المسلمين فإنه يتكون منه مفاسد. أولاً الاعتراض على قضاء الله وقدره، وأن الله ليس بحكيم في إعطائه فلان كذا وكذا، وأنه لا يستحق هذا الشيء، هذا اعتراض على الله جل وعلا. ثانياً فيه الجناية على أخيك المسلم الذي تتمنى أن تزول عنه هذه النعمة. ثالثاً أن الحاسد يبقى في ألم وفي حسرة وفي غيظ دائماً وأبداً، وهو يرى نعم الله على عباده فإنه يقلق في نفسه ويشق على نفسه. ولهذا يقول الشاعر: دع الحسود فكك قاتله، ألم ترى أن النار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله. فالحسود يحرق نفسه لأنه لا يزال يرى نعم الله على عباده، وهو لا يريد أن تنزل على عباده، كما قال الله تعالى في أهل الكتاب: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحسد كما بينا ينقسم إلى قسمين: الحسد الذي معناه تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا هو المذموم، والحسد الذي معناه الغبطة في أن تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى أخاك لتعمل به الخير كما يعمل أخوك، فهذا يسمى بالغبطة وهذا محمود، لأنه منافسة في الخير وليس هو من النوع الأول. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يعطي الرجال والنساء ما يشاء من فضله، وأن النساء لهن حظ من رزق الله ومن الدين والأعمال الصالحة، فليس كونها مرأة وناقصة عن الرجل ليس معنى ذلك أنها تحرم من الخير وتحرم من الفضل، بل هي مثل الرجل في العمل الصالح. من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. والآيات في هذا كثيرة، أنه من عمل منكم قال جل وعلا: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالمرأة لا يؤخرها أنوثتها عن العمل الصالح وعن فعل الخير،
فإنها تجزى به مثل ما يجزى الرجل على فعل الخير، وكذلك المرأة تجتنب ما حرم الله كما يجتنبه الرجال، لأنها تأثم بذلك كما يأثم الرجال. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.